سائلة أخرى تقول: أريد الجهاد في سبيل الله بالحرب، فهل عليها إثم إذا ذهبت بدون سماح زوجها وذهابها بدون محرم؟ وهل إذا تركت أولادها صغارا تأثم إذا كانت تعلم أن هناك من يكفلهم، أو كانت لا تعلم أن هناك من لا يكفلهم من يكفلهم؟ وهل هناك شيء من الأعمال يكون جهادا في سبيل الله دون الذهاب إلى بلاد الحرب ويكون له من الأجر، ويكون لها مثل ذلك من الأجر وهي باقية في بيتها مع أسرتها؟ المرأة ليس عليها جهاد، ما لم يوجب الله عليها الجهاد، وإنما الجهاد واجب في حق الرجال بشروطه، ولكن إذا تيسر لها أن تشارك فيه فإنها تشارك فيه مع تقيدها بأحكام المرأة ومن الستر ووجود المحرم الذي يسافر معها، وأيضا إذا كان لها والدان فلا بد من إذنهما بذلك، وإذا كان لها زوج فلا بد أن يأذن لها بذلك، لأن حق الزوج وحق الوالدين مقدمان على الجهاد، لأنه فرض عين عليها، حق والديها وحق زوجها فرض عين عليها، والجهاد إنما هو من المستحبات في حقها. كذلك إذا كان لها أولاد تعولهم ويضيعون إذا ذهبت فإن حق أولادها مقدم، تبقى عند أولادها ولها الأجر في ذلك، وتؤجر على نيتها الجهاد لأنها تريده، ولكن حبسها ومنعها منه مانع فلها أجر النية. نعم. في آخر سؤال تقول: هل هناك شيء من الأعمال يكون جهادا أو كالجهاد دون الذهاب إلى الحروب؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن على النساء جهادا لا قتال فيه، وهو الحج والعمرة، الحج والعمرة في حق النساء جهاد. نعم.